شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أرحب بكم أيها المستمعون والمستمعات، وأبتدئ مع أخوي الكريمين الدكتور عبد الرحمن الشهري والدكتور محمد الخضيري، ونكمل ما كنا وقفنا عنده وهو قول الله سبحانه وتعالى في هؤلاء النصارى الذين امتدح شأنهم بقبول الحق: وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. نلاحظ في هذه الآية أنهم وصفوا يعني ما أنزل للرسول صلى الله عليه وسلم أنه حق حق، وكما ذكرت الدكتور محمد قبل أن الأصل في الحق أن يذعن له الإنسان. هذا هو الأصل، ولكن قد يكون هناك موانع تمنع من قبول الحق، وأيضا حتى من أن يقول إن هذا حق، يعني أن يصل إلى أن يقول بأنه إيش، بأنه حق. وسبق في الحلقات السابقة ذكرنا مثال أو نموذج ل يعني قس النصارى في إسبانيا في الأندلس في القرن تقريبا التاسع أو العاشر، إذ كان عنده غلام يعني جاء به أبوه عمره 10 سنوات وجعله خادما لهذا البابا عندهم، وكانوا يقرؤون الإنجيل ويستشرحونه مع هذا القس. ومرة مرض، يعني شوف قدر الله سبحانه وتعالى كيف القدر يجري. لما مرض قال لتلميذه هذا: اذهب أنت، كان عمره قريبة 20 سنة، قال اذهب أنت وتدارسوا أنتم أيها الطلاب المكان الذي وقفنا عنده. فكان من قدر الله أنهم وقفوا عند الآية التي تتكلم عن النبي آخر الزمان، الفارق ليض الذي يجي في آخر الزمان. فالمهم الطلاب تناقشوا فيه ولم يخرجوا بنتيجه، فجاء إلى الشيخ في المساء فقال الشيخ: ماذا فعلتم؟ قال: حصل منا كذا كذا وناقشنا الموضوع الفلاني. فقال: ماذا قلتم؟ قال: قلنا كذا وكذا. ذكر له جملة قال: ما وصلتم إليه؟ قال: فما هو يا أستاذ؟ يعني قال: لا أخبرك. أيوة. قال: لماذا يعني أنا تلميذك؟ قال: لا أستطيع أن أخبرك. يقول: فبكيت عنده وقبلت قدمه، أنه قلت: وأنا أخدمك ل10 سنين ومنزلتي عندك بالتي تعلم ولا تخبرني. قال: إن أخبرتك فإني أخشى على نفسي وعليك. أوه. فكبرت عنده وقال: لماذا يعني ما هو السر الذي في هذا المكان ما تخبر منه؟ يقول: فبكى ثم ألححت عليه: إلا تخبرني وأكون يعني لن أخبر أحد من سرك. فقال: هذا نبي المسلمين. عجيب. نعم. قال: هذه الآية في نبي المسلمين. يقول: فقلت له: ما دمت تعرف الحق فلماذا لا تتبعه؟ انظر الفرق بين هؤلاء وهؤلاء. يقول: فبكى بكاء مرا وقال: أنت ترى حالي الآن وجاهي عند هؤلاء وكبر سني، فلو أظهرت هذا عاداني هؤلاء وقد يقتلونني، ولو ذهبت إلى المسلمين لم يعرفوا قدري. أوه. فانظر سبحان الله، ما الذي منعه من الحق؟ سبحان الله. يعني لم يمنعه من الإدعاء للحق، وعرف الحق. لكن منعه من الإدعاء للحق والإيمان به واتباعه أسباب أخرى، يعني سبب هذا الجاه أو الخوف، يعني بين خوف ويعني خوف من قتل وخوف من زوال جاه وخوف من أن يذهب المسلمين فلا يعرف حقه. وهذا سبحان الله جاء المسلمين وارتفع شأنه التلميذ اللي هو تلميذه، إيه، ذهب إلى تونس وكتب كتابة يعني قصته في رسالة، وكان يعني من أيضا يعتبر هو عن نفسه يذكر وأشار إليه أنه كان يرى أن المسلمين ما يعرفون يناقشون النصارى. أي. وهذه نقطة مهمة فعلا، وهي لليوم موجودة. تجد واحد منا حينما يأتي يناقش واحد نصراني يظن أنه يستطيع أن إيش يناقشه بما عندهم الحق، يعني يكتفي بأن والله نحن أصحاب الحق. لا يكفي هذا، لابد أن تميل الأدلة. نعم، لا، وحتى هناك طرائق
ولعلي في احد لقاءاتنا السابقه تذكر اذكر انك ذكرت عن احد الامريكان اللي اسلم واراد ان يدعو بعض البريطانيين. فطبعا هذا في من حدث ونسي هذا. نعم ذكرني حتى اتذكر. نعم حذيفه هذا اللي كان ذهب الى البريطانيين يدعوهم. هو امريكي. نعم طبعا الامريكي تدخل عليه مباشره. أي. ما عنده رتب. ما عنده يعني. اما البريطاني لا يحتاج الى انك تسوي له ايش اعصار يعني دوران مقدمه تدور ايه دوران حتى تصل المقصود. ايه فكان هو راح البريطاني هذول مباشرة واجههم بالامور فكرهوا منه ذلك. ايه وانتبه هو بعدين استغرب قال سبحان الله هذول ما هو على طبع اي فخرت. نعم احسنت. اي نعم فانا اقول ان قصدي انه هو اشار فقط اشاره الى ان المسلمين احيانا او بعض المسلمين ما يعرف كيف يدعو هؤلاء. ايوه ويوصل هذا الحق الى الناس. في قوله وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع ان يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين قدم الايمان بالله وبالحق الذي جاء على الطمع للدلاله على ان الحق يجب ان يعترف به بغض النظر عما سيكون من جزاء عليه لأنه هو الأصل. يعني كوني أعترف لك بحق معين هو لك ثابت هذا واجب علي أصلا. كونه سيترتب على ذلك أنك ستكافئني هذا فضل منك علي. ولذلك هم قدموا ما هو الواجب أصلا وهو الإيمان بالحق لكونه حقا واجبا لله عز وجل لا يمارى فيه ولا يدارى. ثم قالوا بعدها ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين. الله أكبر. وفائدة أخرى في قول الله عز وجل يقولون ربنا آمنا. لاحظوا يا إخواني أهمية أن يباشر الإيمان القلوب في التأثير على الإنسان ليتخذ قرارا صارما مع نفسه. هو المشكلة أنه أحيانا واحد قد يعرف الحق معرفة مثل ما ذكرت يا أبا عبد الملك قبل قليل معرفة علمية نظرية. أي نعم نظرية لكن دون إيمان. متى يتخذ القرار الصارم ويحس بالشغف لقبول هذا الحق والتضحية من أجله عندما يأتي الإيمان. الإيمان الذي لا يأتي إلا بإذن الله عز وجل مع بذل الإنسان جهده وحرصه في الوصول إليه. ولذلك انظروا مثلا السحرة أنا أتعجب جدا من حالهم وكيف أنهم كانوا في أول النهار أعوان للباطل ويصدون الناس عن سبيل الله عز وجل. لما ظهر لهم الحق ألقي السحرة ساجدين. ألقي السحرة ساجدين وبعدين قيل لهم أن فرعون سيقتلكم ويقطع أيديكم وأرجلكم من خلاف ويعلقكم في جذوع النخل. قالوا لا ضير. أي لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون سنموت اليوم أو غدا. لا فرعون لن يفعل شيئا أكثر من الموت والموت سيأتينا أصلا. كيف أوتوا هذا الإيمان العظيم وهذه الرغبة الصادقة في اتخاذ قرار مصيري قد يؤدي بهم إلى الفناء؟ كل ذلك يسهل أمام الإيمان. الله. وهذا يدلنا على أن الإنسان كلما صدق في إيمانه وتلبس بهذا الإيمان أنه لا يبالي بشيء من زينة هذه الدنيا ولا من أعراضها التي تمنعه من أن يضحي أو يقبل. أو فالذي يقول لك أنا يا أخي ما أقدر أسوي الشيء الفلاني عندك ضعف في الإيمان. لو كان إيمانك قويا ما وقف هذا الشيء أمامك. جميل. ولاحظوا حتى في أمور الحياة إذا كان إيمان الإنسان بشيء ما قوي وجازم تجده يفعل ولا يبالي بأحد. صحيح. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم إن لصاحب الحق مقالا؟ صاحب الحق لأنه مؤمن بحقه يتكلم حتى على من هو أرفع منه وعلى من هو أكبر يصير عنده حجة ولسان وقوة. لماذا؟ لرسوخ قناعته و... أي نعم. نعم أيضا هنا فائدتان وأنا ما أريد أن نطول أكثر من كذا في هذه الآيات. النقطة الأولى في قوله سبحانه وتعالى هنا على لسان هؤلاء وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين. كيف أن هؤلاء يرون
أن وضوح الأدلة، مع أنه قال أنهم إذا سمعوا ما أنزل للرسول يعني القرآن الكريم أنهم رأوا في دلالته وفي وضوحه ما يكفي لقيام الحجة عليه. أي نعم. وهو قال في الآية اللي قبلها ذلك بأن منهم قسيسين ورهبان، وهم أهل العلم وأهل العقل وأهل الفهم في هذا المجتمع، رأوا أن ما سمعوه من القرآن الكريم كافيا لإقامة الحجة عليهم. ولذلك سألوا هذا السؤال الاستنكاري، كان واحد سألهم وقال لهم كيف تنقادون وتخضعون لهذا، فقالوا وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. فهذا فيه إشارة إلى أن لما أنزل الله سبحانه وتعالى في كتابه العظيم من القوة ما يجعل الآخرين لا يملكون أمامها إلا الانقياد والخضوع، إذا كان الله قد أراد بهم الهداية. ومن يريد الله أن يعني يهديه يستجيب، وإذا أراد الله سبحانه وتعالى بعبد أن يحرمه هذا الخير فلو أقمت عليه 1000 حجة لن يستجيب. النقطة الثانية أن هذا المعنى قضية أن الإيمان إذا ترسخ في النفوس فإن الإنسان يستمسك به ولا يفارقه. ولذلك هرقل أدرك هذا المعنى، فطرح سؤالا من ضمن الأسئلة اللي سألها لأبي سفيان، قال هل يرتد أحد ممن يتبع محمد بعد سخطة لدينه؟ فلما قال له لا، فقال هرقل في شرحه لهذه الأسئلة قال وسألتك هل يرتد أحد منهم سخطة لدينه فقلت لا، وكذلك الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب. الله، خلاص ما يمكن أحد يموت من أجله. ولذلك عمار بن ياسر رضي الله عنه وأمه سمية ووالده يعني عذبوا حتى ماتوا تحت التعذيب ولم يتراجعوا عن دينه. والأمثلة في ذلك كثيرة في الإسلام وفي غيره. لما يقال لنا عن بعض المنتكسين والذين يرتدون على أعقابهم بعد أن كانوا على الاستقامة، أنا أجزم جزما بأن هذه الاستقامة التي كانت منهم ما كانت عن إيمان صادق، هي كانت يعني مراعاة لبيئة أو جو معين، ولكن النفس لم تتشرب الإيمان حقا، ولذلك من حين ما وجدت صارفا يصرفها عن الحق أو مجتمعا آخر أو شيء من هذا القبيل ظهرت على حقيقتها. وتفسير الارتداد والانتكاس بمثل هذا تفسير واضح جدا، يعني الله. ما يحتاج إلى يقول لواحد والله وأنا أشعر من نفسي بالإيمان الصادق قد تتوقع من الناس على الردة، ولا إذا باشرت يعني حقيقة الإيمان القلوب فإنه لا يكاد يرتد الإنسان إلا عاد. نعم، ولا يمنع هذا أن الإنسان لابد أن لا ينقطع من سؤال الثبات. أي نعم، لا شك. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. نعم. إخوانك في جمعية البر الخيرية في شعف جارمة في منطقة عسير يقومون بالنيابة عنك بتنفيس كرب الأيتام والمساكين والأرامل والعجزة والسجناء، يمسحون عبراتهم يواسونهم، وفي وقفهم المبارك وقف بر الوالدين أدعوك إلى أن تؤسس هذا الوقف. اللهم أعط منفقا خلفا. فيها في تعليقان سريعان. الأول في قوله ونطمع، نطمع الطمع يعني في عرف الناس أنه مذموم. نعم، ولكن الآية هنا جاءت في طمع ممدوح محمود. نعم. نعم، والذي يبدو الله أعلم أن الطمع من حيث هو يعني بمعنى رغبة معينة، قد يكون أغلبه في المذموم، ولكن نقول السياق يحدد ماذا؟ يحدد نوع الطمع. في مثل قوله أفتطمعون أن يؤمنوا لكم، هنا إشارة إلى أنه طمع في غير محله. أما هنا ونطمع أن يغفر أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين، هذا طمع محمود. الفائدة الثانية
اختيارهم مع القوم الصالحين دلالة على فقههم. ومن أين استدلالنا على فقههم؟ أن طلب الدخول في الصالحين هو من مطالب الأنبياء. صح. وهذه يغفل عنها كثير من الناس. يعني من معنى الآن النبي، أي نبي من الأنبياء هو بلغ أعلى المراتب التي يصل إليها من؟ الصالحون. الإنسان. يعني أعلى مرتبة النبوة. ومع ذلك تجد إبراهيم عليه الصلاة والسلام وغير من الأنبياء يطلبون أن يدخلهم الله إيش؟ مع القوم الصالحين. مع القوم الصالحين. رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني. هذا يوسف. وألحقني بالصالحين. شوف لاحظ سبحان الله. فإذا المقصود يا أيتها النفس المطمئنة. نعم. لا، المقصود الذي يريده فقط هو على الأقل أن مرتبة الصلاح، نعم، هذه مرتبة عظيمة جدا جدا، حتى الأنبياء كانوا يريدون الدخول فيها. نعم. ولهذا نقول هذا من فقههم أن يطلبوا الدخول في الصالحين. نعم. طبعا في قوله فأثابهم الله بما قالوا، في بيان أن الله سبحانه وتعالى إذا ذكر الجزاء يذكر سبب هذا الجزاء، لئلا يظن أن الجزاء جاء يعني عفويا أو اعتباطيا، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، بل إن جزاء الله موافق للحكمة، مبني على عمل وأسباب يمكن لأي إنسان أن يتخذها فيحصل ذلك الجزاء الذي قاله. وهذا منهج القرآن في كون الأعمال والجزاءات والعقوبات مبنية على أسباب. لا تظنون أنكم والله وأنتم جالسون في مساجدكم تنزل عليكم عقوبة من السماء، وأنه ما يدرى من سيعاقب ومن سيجازى ومن سينال الجنة ومن سينال النار. لا، كل ذلك مبني على أسباب. ولذلك قال هنا فأثابهم الله بما قال، الباء هنا للسببية. نعم نعم. أيضا في قوله سبحانه وتعالى وذلك جزاء المحسنين، إشارة إلى أن هذا العمل وهو الانقياد لأمر الله سبحانه وتعالى والاستجابة لأوامره هو من غاية ما يكون من الإحسان. نعم. الإحسان إلى النفس أولا بأنها استجابت لأمر الله سبحانه وتعالى، وبالتالي سوف يكون لها إن شاء الله من الأجر ومن الثواب في الدنيا وفي الآخرة ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. نعم. وإشارة أيضا إلى أن الإيمان بالله سبحانه وتعالى من أعظم درجات الإحسان، والانقياد لأوامره والتسليم لأوامره والخضوع لأوامره، ولأن البعض أحيانا قد يظن هذا ضعفا، أنك عندما تؤمن وأنت لم يعني تقتنع قناعة تامة، أو أن هذا ضعف في شخصيتك، في عين أن الانقياد لأوامر الله والاستجابة والتسليم المطلق لأمر الله هو غاية الإحسان. نعم. للإنسان إحسانه لنفسه وإحسانه لي. أيضا أبو عبد الله في لفظ المحسنين يعني فيه فائدة، وهي أن هذا مقام إضمار ولكنه جاء على الإظهار. أنه قال وذلك جزاء المحسنين ولم يقل وذلك جزاؤه. وأن نعرف أن العرب تختصر بالضمير. نعم. وهذه سبق أن أشرنا إليها كثيرا. نعم. وهذا فيه إشارة إلى أن الله سبحانه وتعالى يجازي كل محسن، فهم من جملة المحسنين. أي نعم. يعني هم من جملة المحسنين، فالله سبحانه وتعالى جزاهم هذا الجزاء لأنهم من جملة المحسنين. وكل محسن فإن الله سبحانه وتعالى يجازي. أيضا تلاحظون هنا في الآية يعني ملاحظة، وهي أن الله سبحانه وتعالى في هذا المقام مقام يعني ثناء على هؤلاء الذين عرفوا الحق وانقادوا له وآمنوا به وخضعوا له، فأطال سبحانه وتعالى وأطنب في ذكر جزائهم، فقال فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار. يا الله. والنفس تحب هذا. يعني الله سبحانه وتعالى ليرغب الناس في الجنة ذكر لهم من صفاتها التي تحبها، تجري من تحتها الأنهار وأن فيها الحور وأن فيها كذا وأن فيها كذا، كل هذا من أجل أن يعني بعض النفوس لا تقبل عليك إلا إذا طمعتها وذكرت لها الجزاء، وبعض النفوس لا يعني تستجيب إلا إذا حذرتها وتوعدتها. فالله سبحانه وتعالى ذكر هذا وهذا. هنا المقام مقام يعني تحبيب في التوبة وفي الإيمان وفي الانقياد، ففصل في ذكر التواب وأوجز في ذكر العقاب. صح. فقال فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها
يعني ذكر لهم هذا الجزاء ثم ذكر لهم أنكم سوف تبقون فيه بقاء مستمرا، لأنك أحيانا قد تقول للإنسان هذا جزاءك جنة عظيمة لكن تجلس فيها يوم واحد فيذهب النعيم، يتكدر. لكن عندما تقول هذا نعيم عظيم وستبقى فيه بقاء دائما خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين. نعم. ثم ذكر عاقبة المكذبين، قال والذين كفروا يعني بكل ما ذكرنا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم، وانتهى. في لفتة هنا يا أخواني في قوله فأثابهم الله بما قالوا، في أن القول له مكانة عظيمة جدا. نعم. وأنه سبب للجزاء، وعليه ينبغي الإنسان أن يحذر من فلتات لسانه ومن مقالته التي يقولها. كذلك قوله بما قالوا، القول عند أهل العلم ينقسم إلى قسمين، قول اللسان وقول القلب. فقول اللسان هو شهادته بالحق، فقول الإنسان أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، هذا يعصم دمه ويجعله خرج من طائفة الكفار أو المشركين إلى طائفة المسلمين بهذه الكلمة. نعم. لكن لا يكون مؤمنا إلا بقول القلب. فالقلب له قول وهو إقراره بهذا الأمر وطواعيته به وانقياده. نعم. وذلك قوله فأثابهم الله بما قالوا دلالة على أن الإنسان لابد أن يحقق القول في وجهيه، قول اللساني والقول القلبي. نعم. طبعا الإحسان حقيقة ورد في القرآن في أكثر من موطن وصالح لأن يكون يعني بحثا الإحسان في القرآن. قد كتب فيه بحوث. نعم. طيب إذا كفينا. في جنات تجري من تحتها الأنهار، هذا سبق أيضا أشرنا إلى وصف الأنهار بأنها تجري من تحت الجنان. من تحت الجنان طبعا ليس المراد أنها تجري تحت الأرض، وإنما المراد تجري على سطح الأرض، فجاء التعبير نظرا لارتفاع أشجار الجنان. ارتفاع أشجار الجنان، فبالنسبة لأشجار الجنان الأنهار تجري تحتها. نعم. لو هذا أشار إليه الطبري رحمه الله تعالى في أول آية ذكرت فيها قول ترجمة تحت الأنهار، وأنه ليس المراد أنها تحت الأرض وإنما هي ظاهرة للعيون للعيان هذه الأنهار، وأنما عبر عنها تجري التحتية بالنسبة للشجر. إن التحتية بالنسبة للشجر. لكن هل أنت تنفي بهذا يا عبد الملك أو الطبري ينفي أن أنهار الجنة في أحاديد؟ لا 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 لا، هو يريد أن يقول أنها ظاهرة على الأرض وليست تحت. لأنه ليس مفهوم التحتية أنها تحت الأرض. وإنما هي تحت الشجر. هذه الأشجار لكنها فوق الأرض. يعني أنا قرأت في بعض الكتب ولم أتحقق من ذلك أن أنهار الجنة ليست في أخاديد وإنما هي قائمة هكذا، ولذلك تجري على غير ما هو موجود في الدنيا. الدنيا لابد لها من أخدود تمشي فيه. في الجنة يقول لك ما في خدود من غير أخاديد. من غير أخاديد. فهل هذا فعلا ثابت أو دل ورد في بعض الروايات؟ في لكن لا يؤثر على الفكرة المذكورة. نعم. ابن القيم يقول في النونية يقول أنهارها في غير أخدود جرت. أي نعم صح. أي نعم صدق. لكن نحن نؤمن بأنها يعني في غاية ما يكون من الكمال والجمال سبحان الله. أي نعم. وأيضا في قوله تجري من تحتها كما في هذه الآية، وفي تجري تحتها كما في سورة التوبة في قراءة أيضا، ولا في قراءة أخرى تجري من تحتها. أي نعم. فيفرقون العلماء خاصة علماء البيان فيقولون تجري تحتها أنها تمر عبرها، أما تجري من تحتها أن منبع هذه الأنهار من هذه الجنان التي يعني ذكرها الله. طيب. أيضا في اللي ذكرته عبد الله في إذا كان بقي شيء في الآية والذين كفروا وكذبوا بآياتنا. أيوة. المقابلة دائما بين الأصناف. نعم. أصحاب الجنة أصحاب النار. نعم. فهنا لما ذكر هؤلاء الذين آمنوا انتقل إلى الصنف الآخر وهم الذين كفروا، وطبعا هنا لم يحدد في السياق الذين كفروا وأطلقها، ولكن من خلال السياق واضح أنه يقابل هؤلاء الذين سمعوا الحق وآمنوا به من النصارى. من النصارى. نعم. وصنفهم من النصارى سمعوا هذا الحق ولكنهم ماذا؟ لم يؤمنوا. أعرضوا يعني جحدوا نبوة محمد صلى الله عليه وسلم،
فقال عنهم الذين كفروا وكذبوا بآياتنا، يعني جمعوا بين الكفر والتكذيب، قال أولئك أصحاب الجحيم. طبعا ذكر أبو عبد الله قبل قليل فائدة مهمة جدا، متى يكون الإطناب؟ طبعا الإطناب حسب السياق، لما كان الآن السياق في سياق تمدح لهؤلاء الذين آمنوا جاء الإطناب في ذكر الثواب، بخلاف الذين كفروا ليس المراد الحديث عنهم فجاء يعني آية واحدة. نعم مختصرا. قد يكون العكس أحيانا، صحيح، على حسب ماذا؟ على حسب السياق. وإذا نقول قضية الإطناب وضده هي مرتبطة بالسياق الذي وردت فيه. نعم بالسياق الذي وردت فيه. نعم في قوله هذا يعني شوفوا يعني فكرة يعني السياق اللغوي فكرة مهمة جدا في فهم القرآن الكريم، صحيح، وفي فهم أي كلام، صحيح، لابد أن تنظر للسياق الذي ورد فيه هذا الكلام، ما قبله ما بعده أحواله ظروفه حتى تستطيع أنك تفهم هذا الخطاب وهذا الكلام. القرآن الكريم لم يخرج عن هذه القاعدة، فإنه عندما يتحدث عن مثلا الجنة وعن نعيمها فيطنب في ذلك ويفصل، يكون السياق سياق رحمة وسياق ذكر يعني جزاء المؤمنين جزاء المنقادين. وأيضا بالعكس إذا جاء الحديث عن الوعيد والتهديد فإنه يطنب في ذكر عذابهم في جهنم وجزائهم وملائكة العذاب وإلى آخره. نعم لعلنا نقف عند هذا وإن شاء الله نكمل في اللقاء القادم ما بقي من الآيات. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان.